انطلاقا وفق اعزاء الجمهور والحضور الكريم من الجهه الداخليه كينج اوف دوحه محمد ناصر الرمزاني والقطري فالح بوغنيم ومن الوسطى الحازم ابن حسن فدغم الهاجي واكسف زياني يخطف الصدر اخر الجهاد الى البوابه اولا انطلاقا من الجهه الوسطى الشعار الازرق والجواد بيج مع علي احمد محمد عبد الله العطيه واندرو اوليات ومن الجهه الداخليه لا تزال الوصافه مع الجواد كينج اوف دوحه محاولات من الجهه الخارجيه المقدام سعيد محمد شافي الشافي وخديجه عبد الواحد في الترتيب الثالث والصداره مع الجواد الحزم بشكل حزم ابناء سالم فدغام الهجري واكسياف زياني من الجهه وال الجواد ايضا دبي كراون ومحاولات من وسط الجياد ومحاولات من الجهه الخارجيه كاب نورد عبد الغني عبد الناصر عبد الغني وماركو مونتريس بشكل جميل وقوي المنصوري كاتف لاير في الترتيب الخامس والقطري يوسف الهاجري معين بشكل معين في منتصف الجياد المنعطف ما قبل الاخير اتجاها الى المنعطف الاخير الحزم بشكل جميل وقوي وصدارة قوية 600 متر إلى خط النهاية ومحاولات للحاق وإعازات للحاق كاب نورد وبيتشمنت علي أحمد عبد الله العطية ومحاولات مع الجواد معين من وسط الجهات كينج أوف دوحة وفالح بوغنيم والصدارة مع الحزم الحزم بشكل حزم ومعين من الجهة الوسطى مربط الرميلة أدوار بيغوز معين يخطف الصدارة والقادم من الخلف دبي كراون ولكن معين بشكل جميل وقوي ودبي كراون في الترتيب الثاني الثالث الحزم والرابع كينج اوف دوحة ونتائج الشوط الثالث أعزائي الجمهور والحضور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم 6 معين ملك السادة مربط الرميلة والفارس أدوار بلورد والمدرب إبراهيم المالكي مبروك بتوقيت وقدره دقيقة و55 ثانية و27 جزء من الثانية في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 2 دبي كراون ملك السادة سالم فدغم عامر الهاجري وفارس البرتو سنة في الترتيب الثالث الجواد رقم 1 الحزم ملك السادة بن حسان فدغم الهاجري والفارس اكسيف زياني وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 5 كينج اوف دوحة ملك السيد محمد ناصر راشد رمزاني النعيمي والقطري فالح بوغنيم وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 8 عيلي ملك مربط المغيرات و جيرالد أفرونش ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ أعزائي الجمهور والحضور الكريم ننتقل وإياكم والزميلة ديما ومقابلة مع المدرب الفائز تفضل ديما